نروحو نخليوك تستعفاو عمي الخضر كتيبة تاع الزبيرية كتيبة تاع الزبيرية عطينا كلمة للشعب الناس اللي فرحانين ومقرنا الشعب الجزائري كله ميديا نحينا الميكروفو استكبار خير الشعب الجزائري كل الشعب خاصة الشباب أول خرجة منا إن شاء الله ندير عمرة مصغرة في البريد المركزي إن شاء الله جدوى دير شاك جنيراسيون على الدروات وشوازير سافر برميسيون سواء لوتراي سواء دو لا كونفير وعندنا امل كبير الشباب الجزائري طور الشباب اللي ابهرت العالم سيدي نيك اكزامبلير دينا روفيليسيون كونتمبوراير سي لا ريفوليسيون نروحوا شويه بالبنك ايضا الجزائر مكتوبه الجزائر مغشوشه حبش لك واحد لماذا اردوغان الان في ليبيا لماذا المانيا الجيش الالماني في بوركينا فاسو الامن القومي الفرنساوي يبدا من مالي وحنا نسالو الامن القومي الجزائري من يبدا الامن القومي الجزائري الامن القومي الامريكي يبدا من لاكوري دي سود ونحط سؤال الامن القومي الجزائري من يبدا هاي ليبيا سوريا اليمن اردوغان الان على ابواب الجزائر اردوغان حليف اسرائيل الى اخره الشعب الجزائري يرحم والديك يرحم والديك يا سر خضر الحمد لله يا رب قلبا وقالبا الشعب الجزائري واحد المحبه تسكتها يا الحاج غير ربي اللي على باله الله يخليك طول عمرك ان شاء الله نسكتك محبة في قلوبنا حسينا بالاستقلال هذا جينيراسيون هذه ما نعرفوش الثوره واش معناتها الاستقلال ربي يطول في عمرك سي غراس ا فو لا سي غراس ا فو سي غراس ا فو كانوا يعيطوا في الحراك يا اخواني لا تنساو الشهداء ليبيري ليبيري بورقع هكذا نعيطوا في الحراك كل جمعه والحمد لله يا رب الحمد لله شو نقول مع البشور نحن شبابتنا شير كركم بشور
الو اسمع الله يور الله يور هيا اهلا واش حالك ها باش والله ما عندنا شكرا استاذنا.